السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد السيد. إن شاء الله النهاردة هنتعرف على محتويات الموتوسيكل هوجن 5 حواء الجديد. الحاجة اللي بتيجي مع المكنة، أولا الصندوق بيجي فيه مكانتين زي ما حضرتك شايف. بره الصندوق كرتونتين للموتور، كرتونتين لطقم الصاج، كرتونتين اللي حضرتك شايفهم تحت المربعين دول. كل كرتونة فيها الجانتين الامام والخلفي بتوع المكنه، واللي فوق كرتونه فيها 4 شكمانات، تمام. والشاسيين شفناهم على الستاند. يبقى ده كده الحاجه اللي بتيجي خارج الكرتونه، مفيش بقى لا حدايد ولا اي حاجه بره، خارج الصندوق، تمام. طيب بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هنفتح بقى الصندوق وهنشوف. بس قبل ما نفتح، ناس كتير جدا بتقول انا بخاف اشتري من معرض لان المعرض مقفله مكنه بتاع. يا غالي والله ما تخاف، هو تقفيل جاي تقفيل مصنع، او العمال اللي عنده هم اللي مقفلين، او جايب صنايعي بيقفل، وده مش غش ولا اي حاجه زي الاخ اللي كان بيقول لك ايه ودول غشاشين وما فيش ضمير. لا، عندهم ضمير وكل حاجه وما فيش غش، بس ده راجل بيقول لك انا معرض يعني عرض بس، تمام. طبعا ده ميه شتا مسح وتتروق وزيت والكلام ده، تمام. طيب عرض دي يعني ايه؟ يعني مانيكان قدامك مش حقيقي. كل ما هو اللي عليك انت بقى تعمل فيه ايه، تاخد المكنه من المعرض، سواء صندوق تروح تقفلها، سواء متقفله تروح تفكها وتشحم شحمه نظيفه تقفل. طبعا ان شاء الله فيديو التقفيل والتليين والركوب، ونعرف الميزان، كل بص كل اللي انت عايز تعرفه عن المكنه اللي قدامك دي هيبقى على القناه التانيه اللي هي بتاع الصيانه، تمام. هنقفلها مع بعض، هنعرف كل امكانياتها، كل اللي فيها، الكلام ده كله ان شاء الله مع بعض، بحيث ان نعرف القديم زي الجديد في اختلاف الكلام ده، وهنوزن الشاسيه وهنوزن كل حاجه ان شاء الله، تمام. ده الصندوق في اختلافات، في اختلافات طبعا بين المكنه الهوجن 5 والمكنه التاني. ليه؟ الهوجن 5 فيها فانوس شبوره، فيها فانوس بالاشارات كامل ورا، الرفرف مش تبع طقم الصاج، فهمتني؟ فالصندوق فيه كل حاجه. فطبعا بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف ان اهم حاجه الاخلاق وسيرتك، بعد كده هنفك وهتعرف ان الصندوق ما بيسيبش ولا رفه الا ما بيجيبها. بره الصندوق الشاسيه، الجنوط، الموتور، الشكمانات، طقم الصاج، وطبعا بس كل حاجه بقى، العلامات، كل حاجه جوه الايه، جوه الصندوق، بالمسامير، بالحمالات، بكل حاجه. تابع للنهايه هتعرف ايه اللي جوه ايه اللي بره، الكلام ده كله، الكراسي، كل حاجه. وإن شاء الله يعني دعواتك كده ودعمك إن شاء الله، وربك ييسر الأمور. وبالله عليك، بالله عليك، اهتم بالتربية شوية دايما. يعني بص، انت بص حواليك وشوف الجيل، مش هنقول اكتر من كده. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت هتتسأل، رعيتك هتتسأل عنه، ولادك من سعيك، الولد من سعي أبيه. وربنا بيقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني شوف، هتشوف اللي انت في ميزانك، ابنك ده في ميزانك يوم القيامة. طب ابنك ده ينفع في ميزان حسنات ولا سيئات؟ بيسب بيلعن، ولا راجل محترم بيصلي ويعرف ربنا، مؤدب ولا صايع كده يعني. فدايما اتق الله في ولادك وفي عيلتك وفي نفسك، اتق الله كده. فطبعا ده محتويات، ده الموتور، تمام. كرتونة الموتور طبعا بيجي فيها حاجات، بيجي فيها ال حاجة الكهرباء، تمام، عصاية الغارات، الكربراتير، يعني في حاجات. الصاج نفس الموضوع، في كراتين بيبقى فيها حاجات، لازم تخلي بالك من الكلام ده برضو عشان ما تجيبش حاجة ناقصة. وصل على برضو الجنوط ورا وقدام،
بالكاوتش بتاعهم كل حاجة تيوبلس 100 100، تمام. طبعا بيجوا فاضيين، ما فيش فيهم لا الترس اللي ورا ولا الاسطوانة بتاع الفرمال الباك من اللي قدام، احنا اللي بنقفل الكلام ده كله ان شاء الله. بس كده، ولغاية النهاية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنساش لايك، تعليق، ايه، 3 4 10 تعليقات كده، واسمع الفيديو للنهاية حتى لو مش عايز تسمعه، اسمعه برضه للنهاية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.